حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. من اللطائف المهمة في هذه الآية أن الله أمرنا أن نكثر من السجود والتسبيح في الليل. هذا أمر مهم جدا أيها الأحبة، معظمنا غافل عنه للأسف. ومن الليل فاسجد له، يعني أكثر من السجود في الليل، وسبحه ليلا طويلا، يعني أكثر من التسبيح. هذه الآية أيها الأحبة من اللطائف العددية فيها أننا نجد أن هناك سجود وتسبيح، سجود وتسبيح. هذا السجود وهذا التسبيح هناك تناغم في القرآن وتناسق بينهما. في هذا البرنامج أيها الأحبة لدينا هنا الإحصاء بالجذور، عندما نضغط نستطيع أن نبحث عن أي كلمة في القرآن. يعني مثلا السجود كم مرة ذكر في القرآن كله؟ لنكتب هنا كلمة سجد، الجذر اللغوي، نبحث بالجذر اللغوي. سجد كم مرة تكررت؟ نبحث نجد 92 مرة أيها الأحبة. إذن كلمة سجد تكررت 92 مرة في القرآن كله. طيب، هل تتصورون أن التسبيح يرد بنفس العدد؟ يعني مفارقة غريبة فعلا. دعونا نبحث. إذن السجود كجذر لغوي تكرر في القرآن كله، يعني مثلا أسجدوا فسجدوا، أدخلوا الباب سجدا، مسجد أو مساجد، شطر المسجد الحرام، المسجد، يعني كل مشتقات السجود وردت 92 مرة. والله يقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لنرى التسبيح كم مرة ورد في القرآن، سوف تتفاجؤون أيها الأحبة. نكتب سبحة، سبحة التسبيح، يعني مشتقات سبحة بكل مشتقاتها طبعا، نجد أنها ذكرت أيضا 92 مرة. طبعا هناك كلمات مثلا يسبحون، يسبحون، كل مشتقات هذه الكلمة سبحة 92 مرة. نفس كلمة سجد بكل مشتقاتها، مسجد، مساجد، سجد إلى آخره. بغض النظر عن عدد المشتقات، الكلمة تتكرر بكل مشتقاتها نفس العدد. سجد 92 مرة وسبح 92 مرة. الله يقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبحه ليلا طويلا. طب هنا الليل تتكرر، كلمة الليل كم مرة وردت في القرآن كله؟ ربما أيضا تكون هذه مفاجأة أخرى، أننا إذا بحثنا عن كلمة ليل بكل مشتقاتها، جذرها ليلة، وضغطنا بحث هنا سوف نجد أيضا 92 مرة. سبحان الله، نفس العدد. يعني سبحة 92، سجد 92، ليل 92. والله يقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
انظروا إلى هذا التناغم الملفت للانتباه أيها الأحبة. الحقيقة هناك أيضا مفارقة عجيبة، أن كلمة الليل التي تكررت 92 مرة، لو رجعنا إلى سور القرآن، يعني هنا أنا لدي سور القرآن، ما هي السورة رقم 92؟ هذا هو جدول سور القرآن. تأملوا معي أيها الأحبة، تأملوا معي، ما هي السورة رقم 92 هنا؟ ما هي السورة رقم 92؟ انظروا، سورة الليل. سبحان الله، يعني محكم، كتاب أحكمت آياته. فالليل ذكر 92 مرة، وسبح بمشتقاتها 92، وسجد بمشتقاتها 92، ورقم سورة الليل 92. وهذه الآية ربطت بين هذه العناصر، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نسأل الله تبارك وتعالى، هذا هو البلبل يسبح معنا الآن، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما ويقينا ومحبة لهذا الكتاب العظيم الذي سيكون شفيعا لنا يوم لقاء الله. سيكون هذا الكتاب مؤنسا لنا في القبر، سيكون مدافعا عنا، يعني وقاية لنا ضد جهنم، سيكون نورا لنا في قبرنا. فلذلك أيها الأحبة، اهتموا بهذا القرآن مهما، يعني بالقدر الذي تستطيع أن تعطي من وقتك للقرآن، والله لا ينقص منه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، يعني مهما تصدقت لن ينقص المال، بل سيزداد ويبارك الله فيه. ومن تجربتي أستطيع أن أقول: ما نقص وقت من تلاوة قرآن وتدبر قرآن، يعني لو أنفقت الليل والنهار في تدبر هذا القرآن لن ينقص من وقتك شيئا، بل ستحس بوقت فراغ كبير، ستشعر بأن وقتك فيه بركة. البركة في الوقت مفتاح، البركة في الوقت هو القرآن. كلما قرأت القرآن أكثر وتدبرت القرآن أكثر وعشت مع إعجاز القرآن أكثر، ستجد أن لديك وقت أكثر ووقت فراغ أكثر وبركة في هذا الوقت. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.